قبل أن نبدأ، لا تنسوا وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في المركز العاشر المسدس سي زد جي الفان، أنتجت شركة مورابيا التشيكية عام 1999 بناء على طلب كل من وزارتي الدفاع والداخلية المسدس سي زد جي الفان ذا حركة مزدوجة الزناد، ويمكن استخدامه بأسلوب حركة الزناد المفردة، وهو يعمل بقوة ضغط الغاز، وهو يستخدم كسلاح شخصي للقوات المسلحة وقوات الأمن، وهو من نوع ذو ضغطتين للزناد، ويبلغ طوله 185 مليمتر، ووزنه وهو فارغا 780 جرام، وسعة المخزن 15 أو 19 طلقة. في المركز التاسع المسدس براونينج بي دي ام، يمثل مسدس براونينج بي دي ام تطورا هاما في تقنية المسدسات، حيث ظل تحت الانتاج حتى عام 1998، وانتج في الولايات المتحدة الامريكية من قبل شركة اف ان براونينج بترخيص خاص من شركة هيرستال اف ان البلجيكية، وهو يستخدم كمسدس للتصريح الشخصي. أما عن مواصفاته فهو من نوع ذو ضغطتين للزناد، ويمكن الاختيار بين أسلوبين للعمل، يبلغ طوله 197 مليمتر، ووزنه وهو فارغ 740 جرام، وهو يسع 10 طلقات. في المركز الثامن المسدس ستار ميجاستر، أنتجت إسبانيا المسدس ستار ميجاستر عام 1993، وهو مسدس نصف آلي قوي وثقيل يعمل بقوة ارتداد الأجزاء المتحركة. جسم المسدس مصنوع من الصلب، ويعد من أكثر المسدسات المعروفة متانة، ويعمل وزنه الثقيل على الإقلال من تأثير قوة رد الفعل على يد المستخدم، ويستخدم كمسدس ثقيل للتسليح الشخصي، وهو من نوع ذو ضغطتين للزناد، يبلغ طوله 212 مليمتر، ووزنه وهو فارغا 1400 جرام، وسعة المخزن 14 طلقة. في المركز السابع المسدس ستير جي بي، أنتجت النمسا المسدس ستير جي بي اعتبارا من عام 1981 كسلاح شخصي للقوات البرية، وأنتجت منه ما يزيد عن 20,000 مسدس. المسدس نصف آلي ويعمل بقوة رد فعل الغاز، وجسم المسدس بالكامل مصنوع من الصلب الكربوني. يتميز المسدس بانخفاض قوة رد الفعل على يد المستخدم ودقة تسديد عالية، ويستخدم هذا المسدس العديد من الدول الأوروبية، ويستخدم كسلاح شخصي للقوات البرية في النمسا، وهو من نوع ذو ضغطتين للزناد، ووزنه وهو فارغا 845 جرام، وسعة المخزن 18 طلقة. في المركز السادس المسدس بريتا 9000S، يعد المسدس بريتا 9000S هو أول مسدس إيطالي يصنع جسمه من المواد المتبلمغة، وهو مسدس صغير الحجم ولكن شديد الفعالية، وينتج هذا المسدس من نموذجين، النموذج الأول ويرمز له بالحرف F، والنموذج الثاني ويرمز له بالحرف D، وكلا النموذجين مزود بآلية خاصة لكتلة الترباس وإبرة ضرب النار تمنع الإطلاق الخطأ عند سقوط المسدس أو ارتطامه بسطح الصلب، ويوجد به أيضا مبين لوجود طلقات في زبطانة المسدس، ويستخدم كمسدس متطور للتسليح الشخصي. أما بخصوص مواصفاته فهو من نوع ذو ضغطتين للزناد في النموذج D، وذو ضغطة واحدة أو ضغطتين للزناد في النموذج F، ويبلغ طوله 168 مليمتر، ووزنه وهو فارغا 780 جرام، وسعة المخزن 12 طلقة. في المركز الخامس والدر بي 99، بدأت ألمانيا في تصميم مسدس والدر بي 99 في عام 1994، وأنتجت أول عينة منه عام 1996، وكان الهدف إنتاج سلاح شخصي
للقوات المسلحة وقوات الأمن، يتضمن كل التقنيات الحديثة مع انخفاض تكلفته الإجمالية. المسدس المنتج في ألمانيا عياره 9 مم، أما المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية بتصريح خاص فعياره 0.4 بوصة. يتصف هذا المسدس بدرجة ثقة عالية إضافة إلى دقة بالغة في إصابة الهدف، وخاصة بالنسبة للنموذج عيار 9 مم، ويستخدم كمسدس متطور للتسليح الشخصي. أما عن مواصفاته فهو من نوع مسدس نصف آلي ذو الضغطتين للزناد، ويبلغ طوله 180 مم، ووزنه وهو فارغ 720 جرام، وسعة المخزن 16 طلقة للنموذج الألماني و12 طلقة للنموذج الأمريكي. في المركز الرابع جراتش ام بي 443. اجتاز المسدس جراتش ام بي 443 الاختبارات المفروضة من قبل وزارة الدفاع الروسية خلال عام 2000، وبدأت خطوات انتاجه ليحل بدلا من المسدس موكاروفا بي ام كسلاح شخصي لضباط القوات البرية وقوات الشرطة الروسية. يتمتع المسدس بتصميم تقليدي وإجراءات أمان مضاعفة، ومزود بمبين لوجود طاقة في السلطانة، ويستخدم كمسدس نصف آلي للتسليح الشخصي. وهو من نوع مسدس نصف آلي ذو ضغطتين للزناد، ويبلغ طوله 210 مم، ويبلغ وزنه وهو فارغ 950 جرام، وسعة المخزن 17 طلقة. في المركز الثالث ماكاروفا بي ام. صمم مسدس ماكاروفا عيار 9 مم كسلاح للدفاع الشخصي ضباط الجيش والشرطة في الاتحاد السوفيتي السابق، وهو سلاح فعال في المسافات القصيرة والمتوسطة. وما زال هذا المسدس السلاح الشخصي الرئيسي في روسيا والعديد من الدول الأخرى، ويستخدم كمسدس النصف آلي للتسليح الشخصي. أما عن مواصفاته فهو من نوع مسدس نصف آلي مزدوج حركة الزناد، ويبلغ طوله 161 مم للنموذج بي ام، و165 مم للنموذج بي ام ام، ويبلغ وزنه وهو فارغا 730 جرام للنموذج بي ام، و760 جرام للنموذج بي ام ام، وسعة المخزن 8 طلقات للنموذج بي ام و12 طلقة للنموذج بي ام ام. في المركز الثاني اف ان 57. صممت شركة اف ان هيرستال البلجيكية المسدس اف ان 57 بسلاح تكميني للرشاش الخفيف بي بي 90، فكلاهما يستخدم الذخيرة نفسها بالنوع اس اس 190. هذا النوع من الذخيرة يوفر قدرة اختراق مناسبة لسترات المقاومة للرصاص، حيث يمكن اختراق السترات الواقية من الطلقات المصنوعة من مادة الجبلار والتيتانيوم على مسافة 100 متر، مع الحفاظ على وزن وقوة رد فعل مناسبة للمستخدم. ويستخدم كمسدس النصف آلي والنموذج القياسي للقوات العسكرية والنموذج التكتيكي لقوات الشرطة. وهو من نوع مزدوج حركة الزناد للنموذج القياسي، ومفرد حركة الزناد للنموذج التكتيكي، ويبلغ طوله 208 مم، ووزنه وهو فارغ 620 جرام، وسعة المخزن 20 طلقة. المركز الأول ام 99 مم براتا. هو السلاح الشخصي التقليدي في القوات البرية الأمريكية، وقد حل بدلا من المسدس ام 1911 ايوان عيار 0.45 بوصة، وهو مصمم على اساس المسدس بريتا 92 اف، ويطلق طلقات من عيار 9 مم التقليدية لحلف الشمال الاطلسي التي يطلق عليها طلقات 9 مم ناتو، ويستخدم كمسدس النصف آلي للتسليح الشخصي للأفراد. أما مواصفاته العامة والفنية فهو من نوع مسدس نصف آلي مزدوج حركة الزناد بطول 216.9 مم، ووزنه وهو فارغ 960 جرام،
وسعة المخزن 15 طلقة.